قام التجار في السوق التجاري لمدينة صيدا بمطالبة البلدية بفتح الطريق أمام السيارات لدخول السوق التجاري مع وضع عدادات للوقوف لتسهيل الحركة داخل السوق، وأكدوا أن سياسة محاضر الضبط بحق السيارات تضر بالزبائن وأصحاب المحال التجارية، وقد أدت إلى إلحاق الضرر بالحركة التجارية. وقد علق التجار مطالبهم على واجهات المحلات. اللي راح حطيناه نحن اعتراضا، يعني هلا ان اكثريه التجار قالوا اول شيء ممنوع يفوت السيارات هون، بس طلعت سلبيه على صاحبين المحلات والتجاره. تيجي الزبونه توقف خمسه دقائق تنزل تشتري قطعه او تبدل تاكل زبطه ب 50,000، في منهم صبوا الله ينعمنا اذا بعد بنزل على صيدا، وفي منهم قالوا ما عادش بننزل نشتري من السوق صيدا بنطلع على سوق ثاني الغازين نبطيه بشحيم، يعني قطع ارزاق. نحن عم نطلب من البلديه انه يرجع يحطوا العدادات كرمال يمشي الحال عند الكل. ثاني يا الجيران كلها انه لازم نطلب من البلديه تعملنا هذا القرار قصة العدادات. طيب نحمل حالنا بنسكر محلاتنا بنقعد بيوتنا او بنقعد على مطرح ثاني او بنروح عند البلديه بنعمل اعتصام مثل ما غيرنا بيعمل اعتصامات. احنا حطيناهم هون لانه حسنا حالنا عم ننأذى. يعني بيجي الزبون بده يوقف بده يزبط. يعني بدون ما يعطوا خبر مثلا يحطوا شيء بلاكيت ممنوع الوقوف او يعطوا تعليمات او شيء دغري زبوط على الدغري. حسيناها نحن انه مثل شيء ممنهج. مدير التجار يا صاحب المقصود ما بنعرف شو هو. وعدة مرات حكينا مع طاول البلديه انه شوي خففوا زبوطه عبس. حكينا مع طاول السير كمان نفس الشيء، الاوامر جاي من فوق اعملوا زبوطه. وجبرنا نحطه لانه حدا عم يسمع عنه. ان شاء الله بركي يعني العالم بتشوفه وبتاخذ براينا وما يعني زبون ما عم يقدر يوقف. يعني نحن اتكلنا على زبون بيجي من برا. وحده مجال مع ابنها مع بنتها مع حجي والست كبيره مع واحد كبير عجوز ما بيقدروا يوقفوا هون، والمواقف بعيده وقليله بالصيدا، يعني تيوقف على ساحه النجمه ويمشي الواحد صعب 300 400 متر صعب هيك. يعني عم بدمروا الاسواق، عم بدمروا التجاره كثير. وأكد أصحاب المحال التجارية أنهم يدعون البلدية للتجاوب مع مطالبهم، كما يقومون بالتحضير لتحركات أخرى للحصول على حقوقهم.